الحبيب اخويا الله فرح بهذه الخدمه هذه و يلا الزواج ولد واحد جوج وليدات عزاز عليه فيما دايرين فيما تصور كيتصور معه فيما دار تحرك يديهم معه فرحان بوليداته سعيد في حياته بخير وعلى خير ما كاين ما عنده لا مشاكل حتى مع شي واحد انسان بخير وعلى خير عايش حياته عادي بخير وعلى خير الحمد لله والله يرزق والديه الصبر ويرزق مراته الصبر ويرزق وليداته الصبر ان شاء الله ويرزقنا كاملين وجميع المغاربه الله يصبرهم في هذا الولد هذا خاصه السكان ديال تيفلت السكان ديال مدينه تيفلت فقدوا واحد الانسان طيب خلوق فقدوا واحد الانسان ما عمره يتعوض عليه هذا شهادة في حق السيد هذا لأن الناس قاعد تضامنت معه إنسان الناس قاعد تضامنت معه من قريب ومن بعيد كل شيء تضامن معه تخيل ساعتين وأنا البارح كنشوف في الفيسبوك شحال من تعليق كلهم كلهم تأثرين لهذا الحدث هذا وكاع ونشكروا كاع الزملاء اللي تقدموا التعازي ديالهم وكاع الجيران وكاع الاخوان والانسان والساكنه ديال تيفلت كلها قدمت لنا العزاء ونشكركم شكرا حسنتم وشكرا على الحضور ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم